متابعينا اهلا بحضراتكم، معاكم احمد السعداوي في لايف جديد من صاله تحرير موقع مصراوي. النائب اشرف امين عضو مجلس النواب تقدم بسؤال الى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس الوزراء ووزير الصحه والسكان بشان ما اتخذته الوزاره للتصدي للاسعار المضاعفه في اسعار بعض الادويه واللي بتتزامن مع ارتفاعات في اسعار العديد من الخدمات والاسعار وزياده الاعباء الاقتصاديه على المواطنين. النائب قال ان استمرار ان سياسه صرف دواء نوع دواء واحد في المستشفيات العامه اصبحت امرا واقعا بجانب زياده اسعار تذكره الدخول بالمستشفيات العامه واعاده تسعير بعض الخدمات الطبيه المقدمه للمواطنين دون اي اعتبارات لظروف وقدرات المواطن البسيط والاقل دخلا. النائب قال ان الامر ده بيتعارض مع الحق في الصحه، فالدستور المصري في الماده 18 منه قال النص على ان لكل مواطن الحق في الصحه والرعايه الصحيه المتكامله وفق المعايير والضوابط. النائب قال ان كل ده بسبب اجراءات معينه ادت الى ارتفاع عدد من اسعار عدد من الادويه. كل الامور ديت هنناقشها مع حضراتكم عبر هذا اللايف. النائب قال ان الامر دوت اللي احنا بنتكلم عنه زاد اسعار العديد من الادويه بيتعارض مع الحق في الصحه. الدستور المصري زي ما قلنا نص في الماده 18 منه على ان لكل مواطن الحق في الصحه وفي الرعايه الصحيه المتكامله وفقا لمعايير الجوده. ان الامر ده يتوجب على الحكومه اتخاذ ما يلزم متمثله في وزاره الصحه والسكان تجاه نواقص الادويه وارتفاع اسعار عدد من الادويه. الامور ديت كلها تتوجب على الحكومه الممثله في وزاره الصحه اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمواجهه هذه الظاهره اللي ادت الى وجود نواقص في الأدوية ومن ثم ارتفاع عدد كبير من أسعار هذه الأدوية في الأسواق أدى إلى ازدهار السوق السوداء وظهور الدواء المغشوش نتيجة قيام بعض شركات الأدوية. حسب النائب قال إن في بعض شركات أدوية قامت بإخفاء الأدوية عن السوق لتحقيق أرباح، وبعض شركات الأدوية قامت بتخفيف المعروض من منتجاتها بالأسواق لتحقيق أرباح. النائب قال ده بيأتي لضعف الرقابة، فالجميع يعلم الآن إن هناك شحا في الدواء في السوق المصرية نتيجة ضعف الرقابة وإحكام الرقابة من قبل الحكومة، الأمر الذي يتوجب مزيد من السيطرة ومزيد من إحكام الرقابة على السوق من جانب الحكومة. النائب قال إن الأمور دي كلها بتأتي في أوقات الشركات أصلا الأدوية بتحقق فيها أرباح، إزاي الشركات ديت بتتحجج بارتفاع تكاليف الإنتاج رغم إنها حققت سيولة دولارية وفقا لصادراتها قبل وقوع الأزمة. وأكبر دليل على كده إن شركات الأدوية حققت صادرات من مستحضرات الطبية سنة 2023 بلغت مليار دولار لأول مرة مقارنة ب 600 مليون دولار سنة 2022، ومنذ نوفمبر 2023 حتى مطلع العام الجاري 2024 بلغت صادرات مصر من المستحضرات الطبية مليار و176 مليون دولار. يبقى الحجة عند شركات الأدوية ارتفاع تكاليف الإنتاج. طب ارتفاع تكاليف الإنتاج وفق بيان النائب والإحصائية اللي هو جايبها إن الشركات ديت حققت حصيلة دولارية، الحصيلة الدولارية ديت بلغت سنة 2023 مليار دولار لأول مرة مقارنة ب 600 مليون دولار سنة 2022، ومنذ نوفمبر 23 لحد مطلع العام الجاري بلغت حصيلة صادرات مصر والمستحضرات الطبية مليار و176 مليون دولار. إذن البيان بيطالب الحكومة وتحديدا وزير الصحة والإسكان ان هو يبقى فيه تصدي للارتفاعات المتزايدة في أسعار الأدوية في الأسواق. الأسعار ديت من جانب البرلمان بيتناقش وبيقول ليس لها أي مبرر، الشركات بتتحجج بتكاليف الإنتاج. طب تكاليف الإنتاج وانتوا لسه محققين سيولة دولارية بلغت مليار دولار وزادت بعد كده المليار دولار و176 مليون، ازاي بتقولوا تكاليف الانتاج مرتفعه؟ يبقى اذا في ازمه، الازمه هنا ان الشركات ديت بتستهدف تحقيق ارباح اعلى وعشان كده خففت منتجاتها من الادويه في الاسواق، وفي ادويه اختفت وده ادى الى ازدهار السوق السوداء وادى الى ظهور الدواء المغشوش نتيجه هذه الممارسات. ده يتطلب من الحكومه مزيد من احكام الرقابه والسيطره على السوق لمواجهه الازمه. بس احنا عندنا بناء على شكاوى الناس مشكلتين رئيسيتين، المشكله الاولى تتمثل في نقص الانسولين في الصيدليات، والمشكله الثانيه تتمثل في نواقص الادويه، وفي اسعار هتزيد خلال الفتره المقبله. هنقول لحضراتكم كم نوع هيزيد عدد هذه الانواع اللي هيزيد خلال الفتره المقبله وسبل مواجهه هذه الازمه، وهل في انفراجه خلال الايام المقبله
ولا لا؟ تحديدا الاول ازمه اللي هي ازمه نقص الانسولين في الصيدليات. هيئه الدواء كشفت عن اجراء عاجل لحل هذه الازمه بالصيدليات. الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئه الدواء قال ان في 3 شركات تقوم بانتاج الانسولين في مصر، واوضح انه تم ضخ 400,000 عبوه من الانسولين في شهري يونيو ويوليو السابقين الى الصيدليات، واضاف في تصريحات تلفزيونيه ان الكميه التي تم ضخها في السوق تغطي المطلوب، والشركة الأولى تقوم بإنتاج 1.1 مليون عبوة من الأنسولين محليا، وخلال الأيام المقبلة سيتم ضخ الأنسولين المنتج محليا في السوق المصرية. ونبه بأن بعض المواطنين يقومون بشراء الأنسولين وتخزينه بدافع الخوف من نفاده، والأمر ده بيؤدي إلى انتهاء صلاحياته دون الاستفادة منه. وأكد أيضا أن مصر بتستهلك 350,000 عبوة من الأنسولين شهريا، وقد يصل الاستهلاك إلى 500,000 عبوة شهريا كحد أقصى. يبقى احنا بنستهلك 350,000 عبوة من الأنسولين شهريا، أقصى حد ممكن نوصل له هو 500,000 عبوة أنسولين. وأشار إلى أنه من أغسطس الجاري وحتى شهر ديسمبر المقبل سيكون هناك أكثر من 5 ملايين عبوة أنسولين مستوردة من الخارج، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي اللي قلنا عليه لتلبية احتياجات السوق. وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي صيدلية هتبيع أدوية بأسعار أعلى من التسعيرة المعلنة والتي قد تصل إلى حد الغلق. وناشد المواطنين أي حد عنده مشكلة من أي صيدلية بتبيع بأسعار غير محددة الاتصال بالخط الساخن 15301. تاني، احنا بنستهلك انسولين في الشهر من 350,000 عبوة الى 500,000 عبوة بحد اقصى. خلال الخمس شهور المقبلين الدولة هتستورد 5 ملايين عبوة انسولين بجانب الانتاج المحلي عشان تغطي الاحتياجات المطلوبة. واي حد عنده مشكلة من اي صيدلية بتبيع بسعر غير محدد عليه الاتصال فورا بالخط الساخن 15301. ده بالنسبة لازمة الانسولين اللي خلال الايام المقبلة هتكون انتهت تماما، وهيكون ضخ الكمية المطلوبة بالصيدليات. طب بالنسبة لأزمة نواقص الأدوية وموعد حلها، مصدر بهيئة الدواء كشف عن انفراجة في أزمة توفير الأدوية التي تشهد نقصا بالأسواق بعد أسابيع من احتدامها. المصدر قال في تصريحات لمصراوي إن هناك انفراجة هذه الأيام في عدد من الأدوية الناقصة بعد إنتاج الشركات كثيرا من الأصناف التجارية التي شهدت نقصا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الموافقة على الطلبات التي قدمت بها هذه الشركات للنظر في أسعار منتجاتها. وأضاف أن هذه الأدوية تم إنتاجها بالفعل وهي في مرحلة التوزيع من المخازن إلى الصيدليات العامة هذه الأيام. وأوضح المصدر أنه من المنتظر حل أزمة النواقص خلال الشهرين المقبلين تدريجيا بتوفير مجموعات دوائية واحدة تلو الأخرى. وصرعت طبعا هيئة الدواء المصرية وتيرة مراجعة الطلبات التي قدمتها شركات الأدوية لمراجعة أسعار أصنافها المتداولة محليا، على أمل أن يسهم ذلك في إنهاء أزمة النواقص التي يعانيها القطاع خلال الأسابيع الأخيرة خصوصا بعد تفاقمها مؤخرا. وكانت هيئة الدواء تعتزم تحريك أسعار الأدوية تدريجيا حتى نهاية العام الحالي قبل أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وجه الشركات ديت وجه الهيئة بضغط تلك الزيادات خلال الثلاث شهور المقبلة بحد أقصى بما يمكن شركات الأدوية من إنتاج الأصناف التي تشهد نقصا خلال الآونة الأخيرة. وطبعا سبق أن أشارت مصادر بقطاع الأدوية لمصراوي أن في خطوة التعجيل في إقرار الزيادات الجديدة بأسعار الأدوية من شأنها أن تسرع من وتيرة الإنتاج، فتلك الشركات لن تقدم على التوسع في إنتاج أدويتها الأكثر مبيعا إلا بعد الحصول على إفادة بزيادة أسعارها حتى لا تنتجها وتتكبد خسارة. إذن حجة الشركات بارتفاع تكاليف الإنتاج وإن هي بتقلل منتجاتها في الأسواق لأنها بتنتظر التسعيرة الجديدة حتى لا تتكبد خسائر، الحجة ديت خلاص الحكومة بضغط خلال 3 شهور الوجه بيهم رئيس الوزراء هيتم تحديد الأسعار ليتم ضخ المنتجات في الأسواق وحل هذه الأزمة. الدكتور محفوظ رمزي رئيس هيئة تصنيع الدواء قال إن هناك إدارة مختصة بنواقص الدواء، وهناك تواصل مع الصيادلة في حالة حدوث نواقص في دواء بعينه، مشيرا إلى أنه في حالة الكشف عن شركة أو مخزن يقوم بتخزين الدواء سيتم إغلاقه فورا. وأكد في تصريحات تلفزيونية أن هيئة الدواء تتابع مع الصيادلة توافر الأدوية الناقصة، لافتا إلى أن مشكلة نقص الدواء ستحل خلال 3 شهور. يبقى 3 شهور من دلوقتي مشكلة الأدوية سيتم حلها، مشكلة النواقص في الأدوية سيتم حلها نهائيا. وزي ما قلنا قبل كده مشكلة الأنسولين خلال الخمس شهور المقبلين الدولة هتستورد 5 ملايين عبوة أنسولين بجانب الإنتاج المحلي لسد العجز.
ولفت إلى أن أعداد الأدوية الناقصة التي تم رصدها من خلال الشكاوى والأكثر إلحاحا في توافرها هي أدوية السكر والضغط. ونرجع تاني لتصريحات رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي. رئيس هيئة الدواء المصرية قال إن الهيئة رصدت نقص في 81 مستحضر اللي هم أكثر إلحاحا وطلبا من المواطنين، وأشار في مؤتمر صحفي مؤخرا إلى استقبال من 700 إلى 1000 مكالمة هاتفية يوميا، وبعد تحليل هذه المكالمات تم رصد 81 مستحضرا فقط هم الأكثر إلحاحا، هي الأكثر إلحاحا في نواقص الأدوية. وأوضح أن هناك أكثر من 15000 صنف مسجل في هيئة الدواء والنواقص محدودة داخلها. وعن الإجراءات بقى المتخذة حيال ذلك أضاف أن بدأنا نتدخل في الأدوية الاستراتيجية، وبدأنا نتدخل في عملية التوزيع عبر الإدارة المركزية للعمليات، حيث أصبح التوزيع أفقيا وليس رأسيا بتوزيع عدد علب أقل على أكبر عدد من الصيدليات لضمان توافر الأدوية. يعني الأدوية موجودة في الصيدليات بعدد أقل، ولكن ليس هناك نقص بناء على تصريح الغمراوي. وأشار إلى مراجعة التوزيع الجغرافي خلال الفترة الماضية متابعا أي دواء موجود في 38000 صيدلية، لكن ليس بالكميات السابقة، الكميات اللي موجودة حاليا هي أقل من الموجودة قبل كده، نظرا لانتظار إعادة التسعير مجددا علشان شركات الأدوية تقوم بضخ كميات المطلوبة من الأدوية وفقا للتسعيرة الجديدة. وقال رئيس هيئة الدواء المصرية خطة تحريك أسعار الأدوية تتضمن 3000 مستحضر دوائي من أصل 15000 مستحضر متداول في السوق المصرية. إذن نحن ننتظر تحريك أسعار 3000 مستحضر دوائي خلال الفترة المقبلة اللي هتستغرق حوالي 3 شهور تقريبا. يبقى المشكلتين الرئيسيتين، المشكلة الأولى اللي اشتكى منها الناس هي نقص الأنسولين بالصيدليات، وخلال الأيام المقبلة سيتم حلها نهائيا عن طريق تكثيف الإنتاج المحلي، وانتظار الحكومة خلال الخمس شهور المقبلة أنها تستورد 5 ملايين علبة من الأنسولين هيتم توافرها وضخها بالصيدليات، وكده تكون انتهت مشكلة الأنسولين. نرجع لمشكلة نقص الأدوية، مشكلة نقص الأدوية بناء على تصريح هيئة الدواء المصرية هيتم حلها خلال 3 أشهر بأقصى تقدير، نظرا لشكاوى الشركات المصنعة من ارتفاع تكاليف الإنتاج، فهي بتنتظر التسعيرة الجديدة اللي بناء عليها هتنتج الأدوية الجديدة علشان تحقق أرباحها زي ما بتحقق وما تخسرش. يبقى كده بدأنا اللايف بتاعنا النهاردة بطلب النائب أو بسؤال النائب للحكومة وتحديدا لوزير الصحة والسكان بالتصدي للارتفاعات المتزايدة في أسعار الأدوية اللي بتتزامن مع ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات وزيادة الأعباء على المواطنين. النائب انتقد تحديدا بالنسبة للمستشفيات العامة سياسة صرف نوع دواء واحد ومعين في المستشفيات العامة أصبحت أمرا واقعا، وانتقد أيضا زيادة أسعار تذكرة العلاج في المستشفيات العامة. مش بس كده، ده إعادة تسعير بعض الخدمات الطبية دون أي مراعاة لظروف المواطن وقدراته، سواء المواطن البسيط أو الأقل دخلا. وقال إن الأمر ده بيتعارض مع الحق في الصحة اللي نص عليه الدستور المصري في المادة 18، نص على أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفق معايير الجودة، وده بيتطلب ضرورة اتخاذ ما يلزم من جانب الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بأنها تواجه النقص في الدواء وتواجه الأسعار المتزايدة في أسعار عدد من الأدوية خصوصا المزمن منها. وقال ان ده ادى الى ظهور السوق السوداء وانتشار الدواء المغشوش نتيجه قيام بعض الشركات. حسب النائب الشركات دي قامت بتقليل المعروض من منتجاتها في الاسواق وقامت باخفاء الاخرى لانتظار التسعيره الجديده لتحقيق ارباح. النائب انتقد الكلام ده وقال لمواجهه هذه الازمه وحلها يجب احكام الرقابه ومزيد من الرقابه من قبل الحكومة علشان يتم ضبط هذه الأمور، فشركات الأدوية لا تزال تحقق أرباح إلى الآن ما بتخسرش. فبحجة بقى أن هي انتظار ارتفاع تكاليف الإنتاج والكلام ده كله، الشركات دي حققت حصيلة دولارية وفق صادراتها قبل الأزمة. الشركات دي حققت من حصيلة الصادرات من المستحضرات الطبية سنة 2023 نحو مليار دولار تقريبا، مقارنة ب 600 مليون دولار سنة 2022. ومن نوفمبر 23 لبداية السنة ديت اللي هي 2024 بلغت صادرات مصر من المستحضرات الطبية نحو مليار و 176 مليون دولار. أزمة الأنسولين قلنا أنها خلال أيام سيتم حلها بضخ كميات أخرى، وأيضا
الانسولين المستورد اللي الناس بتنتظره الحكومه خلال الخمس شهور المقبلين بدايه من اغسطس حتى ديسمبر المقبل، سيتم استيراد اكثر او نحو 5 ملايين علبه انسولين ودواء اللي هو الناقص، الادويه الناقصه في الاسواق. الحكومه تعمل على حل هذه المشكله، وخلال 3 شهور تحديدا بعد اعاده تسعير الادويه سيتم ضخ كميات من قبل الشركات بالاسواق على الصيدليات ليتم حل هذه المشكله نهائيا. متابعينا بكده يكون انتهى اللايف بتاعنا، شكرا لمتابعتكم، كان معكم احمد السعداوي من صاله التحرير موقع مصر.